السلام عليكم. تحذير إيراني شديد اللهجة للأمريكيين في سوريا. نمتلك اليد الطولة ولدينا القدرة على الرد. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. حذر مصدر إيراني مسؤول الولايات المتحدة من أن طهران تمتلك اليد الطولة ولديها القدرة على الرد بعد الهجوم الأمريكي على مواقع إيرانية في دير الزور شمال شرق سوريا. ونقلت وكالة نور نيوز المقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني عن مصدر مسؤول أن المستشارين الإيرانيين في سوريا قوله الجمعة: نحذر العدو الأمريكي أننا نملك اليد الطولة ولدينا القدرة على الرد في حال تم استهداف مراكزنا وقواتنا في الأراضي السورية. وأوضح المتحدث أن الأهداف التي هاجمها الاحتلال الأمريكي في سوريا هي نقاط مدنية في دير الزور، وهي عبارة عن مخازن تغذية ومراكز خدمات، مضيفا أن هذا الهجوم أدى لاستشهاد 7 أشخاص وجرح 7 آخرين. وأكد المصدر الإيراني المسؤول: مهمتنا وحضورنا المشروع هو لمساعدة الدولة السورية ضد الإرهاب. وجودنا الشرعي تحت رعاية الدولة السورية هو لمواجهة الإرهاب والمشروع التكفيري، وعلى رأسهم تنظيمات داعش والنصرة الإرهابيين. في الأخير، إذا كنت من المهتم بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتواصلوا بالجديد، وشكرا.